السلام عليكم. انا مخبي في واحد بلايص على الريح باش نبين لكم، غير باش نوريكم بعض الرياضات الريحيه الهوائيه اللي كيقوموا بها غالبا اجانب، ولكن الحمد لله دابا ولاو حتى مغاربه كيتعطاو لهذا النوع من الرياضات. واذكر دائما المستملح ان كانوا بعض الالمان كيجوا للصويره فوقيت ديال وكيلقاو الجو مكالمي، والناس الصويره فرحانين بالجو مكالمي لانهم غيعوموا، وما كيديروا واحد لابخيير واحد الصلاه كيمشيو كيديروها في الكنيسه، هادو دي كريتيان باش يجي الريح باش هما يلعبوا، لان جايبين معاهم الدوزان ديال داكشي. انا غادي تنقرب شويه، لاحظوا هنايا لو فري ديزيرت ديزيرت هاد البلايصه، ولكن سان في با دير كو لا فيل اي ديزيرت. يا دي جون كيجو كيتبردوا، الناس اللي كيجو كياكلوا الحوت، الناس اللي كيجو يشوفوا حبابهم، الناس اللي كيدو الجزيره طبيعه الحال. نرجع شويه نزوميو على المرسى. المرسى في كتبان، انا راني مخبي واحد اش هو هاد الشيء انا كندير هكا كدي يا كي هادي المرسى من كتبان. انا راه حدايا واحد الربيعه جميله جدا انتبهت ليها، وعندها واحد لو فروي في شكال بحال ديال اللوبيا، ولكن هو فيه غير وحده. شتو الفخوي ديالها، ولكن اللي شدوا انتباه ديالي هنايا هما هاد ال شنو هما يا هبط لي تسميتهم، هاد لي شوني ما بقي ما بانوش. زيد غادي نقلبوا عليهم، نمشي معاهم بشويه. هذاك الهود هبط معاه. هي فوالا هو قاد هاد لي شوني تبارك الله قداش هاد الوين ديالهم كيعيشوا في هاد لا بلونت هادي، ما كايناش غير وحده، كاينين بزاف. دونك سي با لا بين باش نبقى نضيع الوقت في هاد الشيء. بون عجبني لو فروي، وعجبني هاد لا بلونت اللي كتعيش في الرمله. بون غوفونو الريح، قيل شفنا المرصا الموجه، ولكن هما اللي بغيت نجي حداهم هما هاد الناس اللي تيلعبوا هاد الرياضات هادي. كاين اللي من طبيعه الحال راه كيدخلوا للماء. شوف مثلا هذا هو مضارب مع اللعيبه ديالو، رجليه في الماء ويديه في الهواء، والقليع راه كيدور في السماء صاحبو حتى هو. جينا مع الطيحه، ياك ما قوسنا عليه. رجعوا للاخر ثاني، هو باللون الاحمر ماشي هذا اللي في البحر اللي في الرمله، راه الاخر راه شتيه. لاحظوا الريح هنايا جاي من اتجاه شمالي جنوبي، وفي الحقيقه شمالي شرقي جنوبي غربي. طبيعة الحال ما كاينش غير واحد، بزاف ديال الشباب، بزاف ديال الاجانب، بزاف ديال المغاربه ولاو كيتعطاو لهاد الرياضات الهوائيه. اذا كتلاحظوا بحال الفراشات في السماء، طبيعة الحال انا بعيد عليهم شويه ولكن هذا غير اللي تقريب. هما اللي راجعين، يلا شوف لو بغيتي ترجع شحال ديال التمار بحق داك الشيء خفيف، لانه حاجه الريح خصها تكون خفيفه. اذا فهي الشريعه. والله راهم مركبه لينا برج البارود، واخا الضبابه كيبان، هادو اللي سالاو راجعين في حالهم. يلا شوف الريح اش كيدفع فيهم الى الخلف. يا سلام. اذا الريح فيه طاقه الريحيه رشتها على مود ولا اون فوغ هاد الايامات. الريح فيه واخا كيديرونجينا وكيزعجنا، بعض المره ملي كنتزمتو كنحلو الشراجم كنبغيو الهواء. الهواء اللي عنده الدواء والهواء اللي ما عنده دواء. من طبيعه الحال يمكن لينا نقولوا ان كاين موسم، لان الا لاحظنا هنايا تجمع ديال الرياضات البحريه كاينين تعليم ديالي، ولكن نضر رقم واحد الحاجز. من طبيعه الحال هنايا راه كاينين مالي الجمال ومالي الخيل تاني اللي بغى يروبع في هاد الوقيته هادي. اذا نعود الى راه واحد العود تما كيتسنى، والعود الاخر والعود الاخر. انا نعود يا البيض يا بابا در داي داي در دا دا ماشي بركوت دا دا دا. ايوا الرياضه الريحيه، ورا نعاود نشوفو تاني نزوميو على شي. هذا وجه ديالنا في الزوم، ولكن كنظن ان الصوره راه كنقربها او كنحاول نقربها. ويا سلام يا سلام ويا سلام يا سلام
ويا سلام يا سلام، ويا سلام يا سلام، ويا سلام سلم. تسلم، هذا شر، هذا غير راجع شر طالق هرشي. امولا شر ابيدو باش يبان لينا شويه اكثر، شتيه مولا ديك اللعيبه الصفراء هي طاحت في الارض. وما واحد من هذوك الشجر يلا لاحظتو مزيان راه محزمه في ظهرو، طبيعة حال الاخرين راه داخلين الماء، بحال مثلا هاد مول الخضره الثانيه والخضره الاولى داخلين للماء. ايوا من طبيعة الحال كاينين بعض المناظر هنايا، شوف دي باغاسول فونطوم هرب بيهم الريح وردمهم هنايا، هادو بيو ديال السمار. ايوا وعلاش غنختمو، علاش غنختمو واش هادشي عاود رجع؟ اي ختمو على هاد الوليد هذا، راه هو كيبان في الموجة، راه شتيه نصغرو شوية باش يبان لينا هو. سير الله يعاونك، راه الجزيرة كتبان، راه المسجد ديالها والحبس ديالها كلشي كيبان. السلام عليكم.